زيارة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان إلى بغداد جاءت بعد أن كثر اللغط حول المناطق المتنازع عليها، حيث تم عقد اجتماع في منزل السيد عمار الحكيم، وتم تشكيل وفد مفاوض بين الإقليم والمركز، كما وتم مناقشة الموازنة وتصدير النفط. لذلك علينا أن نبحث عن الحلول الشاملة، الحلول الشاملة عسكريا والحلول الشاملة سياسيا، ويجب أن نضع تصور كامل لطبيعة الإشكاليات التي تعتري هذه العلاقة بين المركز والإقليم، في داخل الإقليم، في داخل المركز، في كل المساحات، ونضع خارطة طريق وخطوات عملية تحقق تذليل هذه العقبات وتساعد على تطمين جميع أبناء شعبنا. كذلك تحدثنا عن أهمية معركة نينوى القادمة، محافظة نينوى بما تمثله من تنوع كبير لأبناء شعبنا، وهي الفسيفساء العراقي المتكامل. العبادي أوصل رسالته للكرد بأن لا يكون بحجة التحرير يتم الاستيلاء على الأراضي المجاورة للإقليم، قاصدا محافظتين الموصل وكركوك. تحرير الموصل قائمة على قدم وساق، التأييد لا زال موجود، قواتنا الحمد لله البطلة تحقق نجاح تلو الآخر. تحرير الشرقاط والزوية كان بفترة قياسية أثار استغراب الجميع. علاقتنا أيضا الحمد لله الداخلية، تعرفون البارحة كان لقاء مع السيد مسعود، الأخ مسعود البرزاني، وكان لقاء ناجح لتوطيد عروة الوحدة الوطنية في العراق ضمن العراق الواحد الموحد إن شاء الله الاتحادي. والعراق اليوم أقوى من أي فترة ماضية وأقرب إلى التوحد والقوة إن شاء الله والصمود معا. مراقبون يرون أن أساس الخلاف بين الإقليم والمركز هو نية الكرد لتوسيع الإقليم، وأن عدم صرف موازنتهم من قبل حكومة المركز بقصد ذلك. لقناة صلاح الدين الفضائية، إبراهيم سالم، بغداد.